ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة الفيديو هيكون اعمل معاكم شيبسي، بطاطس شيبسي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وبس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملنا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم اي فيديو جديد هنعمله. يلا نبدأ. اول حاجة، كل سنة طيبين بمناسبة شهر رمضان، وكمان انتظروا مني فيديوهات جامده جدا عشان اعمل لكم بقى الروتين اليومي في رمضان. وهعمل لكم كمان واحنا بنزين في الشارع زينه رمضان، وكمان هنعمل لكم تحضيراتنا لرمضان. فاشتركوا وفعلوا الجرس. دلوقتي بقى جبت البطاطس وهقشرها معاكم. انا يا جماعه لما كنت بلاقي بطاطسايه كبيره كنت بقسمها نصين عشان الشيبسي ما يطلعش كبير، فما انا كنت بقسمها نصين كانت بتبقى حلوه جدا. دلوقتي بقى يا جماعة دي البطاطس بتاعتي، وجبت بقى المبشرة عشان هبشر عليها على الناحية بتاعت الشيبسي. واجيب بقى اول بطاطسية كده احطها وابشر عليها. انا مش بحب اعمل بايدي عشان بخاف لحسن المكنة المبشرة تعورني، عشان ده فكرة يا جماعة اموس. فبصوا الشيبسي كان بيطلع عامل ازاي. بصوا كان بيطلع رفيع وحلو قوي، كان جميل. بصوا و يعني ما بياخدش اي وقت خالص وحلو جدا. ودلوقتي بقى خلصت الكمية بتاعتي. بصوا عملت بطاطس كتير، عملت بطاطس كتير جدا يا جماعة، بس انا ما عملتهاش كلها، انا عملت يعني ايه كتير برضو، وبقى برضو كتير يعني عملت نصها اكتر من نصها. وبس يا جماعة كان طعمها حلوة جدا. دلوقتي بقى نجيب ملح عشان نخليها ملحة وحلوة، واحط على البطاطس ملح، الشيبسي ملح، خل وملح. دلوقتي جبت الملح حطيت، وبرده جبت الخل. انا حطيت ملح بس مش كتير، ما كترش الملح، وبرده جبت خل. الخل عادي، عايزين تحطوا كتير عادي، فما كترش من الملح قوي عشان لو كترته تبقى مملحه. بصوا بقى كنت بقلبها، قلبتها بقى كويس. دلوقتي بقى جبت الطاسه وحطيت في قلبها زيت، وحطيت البطاطس بتاعتي بعد ما سبتها طبعا ربع ساعه،
بصوا انا ما حطيتش بطاطس كتير، عشان لو حطيت بطاطس كتير هتبقى طريه ومش هتبقى مقرمشه زي ما انتوا عايزين. دلوقتي بقى طلعته من الزيت وكان مقرمش، يعني هو باين عليه مقرمش، كان طعمه جميل قوي. كنت بصفي الزيت كويس، لازم تصفوا الزيت منه كويس عشان ما يبقاش مزيت. ودلوقتي بقى يا جماعة طلعت الشيبس بتاعي، انا جبت بقى طعم، حط عليه طعم انتوا عايزين تحطوا اي طعم حطوا. انا حطيت جبت طعم شطة وليمون وحطيت عشان بحب الحاجة الحراقة، بس مش بحب حراقة قوي. يعني انتوا عايزين اي طعم، طعم الجبنة، الطماطم، كاتشب، اي حاجة حطوا. ماشي. ودلوقتي بقى قلبته. بصوا يعني انتوا كل ما بتطلعوا شوية كده لازم تحطوا طعم، كل ما تطلعوا شوية لازم تحطوا. بصوا قلبته عملته ازاي، لازم تقلبوه كويس عشان كله يخش في قلبه الطعم. ودلوقتي بقى الشيبسي بتاعي الجميل بعد ما خلصته. بصوا يا جماعة جربوه وانتوا تعرفوا، والله والله العظيم كان طعمه حلو قوي، كان طعمه جميل وكان مقرمش وكان حلو جدا. بصوا بصوا مقرمش ازاي، طعمه حلو قوي، فجربوه، اللي هيجربه هيعرف. بصوا كمان يعني مقرمش ازاي، مقرمشة حلوة جدا. فلو عجبكم بقى فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد هنعمله. واشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.